ينضم إلينا من يريفان الصحفي ساكو أريان. أهلا بك معنا أستاذ ساكو. وكالة رويترز قد أشارت يعني إلى التوصل لاتفاق لإيقاف أو وقف إطلاق النار، والوكالة ذاتها أيضا منذ لحظات أصدرت بيانا بأن هذا الاتفاق فشل في غضون دقائق. لو يمكن تأكيد بداية الوضع على الحدود الأرمينية الأذرية في هذه الأثناء، إن كان فعليا هنالك نوع من الهدوء أم أن الاشتباكات لا تزال قائمة؟ نعم سيدتي، على ما يبدو أن هذا الاتفاق هو اتفاق هش، والآن ليس لدي أي جديد عن أرض الواقع، يعني عن أرض المعارك. كانت ليلة صعبة جدا للطرف الأرميني، لأن هذا العدوان الأذربيجاني ليس على منطقة كاراباخ أرتساخ، بل هي داخل الحدود الأرمينية، وأرمينيا هي دولة ذات سيادة معترف فيها دوليا، والحدود معترف فيها دوليا. ولكن لماذا هذا العدوان الآن؟ هذا هو السؤال المهم والأهم. ربما هناك يعني ترقب عام من الطرف الأزيري من جهة باكو، لأن نعرف الطرفان أرمينيا وأذربيجان دخلوا في محادثات مباشرة، صح، أم في بروكسل أو في موسكو أيضا، ولكن هذا التصعيد ليس كان في المحظور. لا أستبعد انتهاء العمليات العسكرية لربما بعد التدخل الروسي، ولكن دعونا لنرى ماذا سيحدث. ولكن سيد ساكو، يعني تحدثت على ربما عن مساعي للتوصل لاتفاق سلام دائم بين الطرفين، ولكن رغم ذلك خلال الفترة الماضية كان في مناوشات قائمة ما بين الطرفين، وهذه الأزمة كما الجمر تحت الرماد يعني تبقى قابلة للاشتعال في أي لحظة. اليوم إلى أي مدى أيضا انشغال المجتمع الدولي، انشغال روسيا، انشغال لربما الاتحاد الأوروبي بحرب أوكرانيا يعطي فرصة لربما ويغض الطرف عما يجري من مناوشات على الحدود، حدود البلدين؟ كما تفضلت، كلمة السر توجد اليوم في أوكرانيا سيدتي، والحرب الأوكرانية غيرت الكثير على الأرض، لأننا نعرف أن الخلاف اليوم بين أرمينيا وأذربيجان ليست كما قبل حرب كاراباخ. يعني أذربيجان كان في صراع على كاراباخ، أخذت أكثر مما يعني لها ودخلت إلى الأراضي الأرمينية البحتة، واليوم ماذا تريد؟ هذا هو السؤال الجدير. والنظام ماذا تريد باعتقادك؟ لا أعلم ماذا تريد، لكن النظام في أرمينيا مرتبك، والآن يتكلمون عن سلام. عن أي سلام نريد أن نبني سلاما؟ بوسائل الحربية والغطرسة والسلاح المتطور، يعني كل هذه الأساليب مرفوضة. واليوم هذه المنطقة التي اليوم أذربيجان تقصفها هي منطقة متداخلة مهمة جدا، ليس فقط لأرمينيا ولكن للدولة الإيرانية الإسلامية وروسيا، يعني هي منطقة مهمة جدا. والانشغال الجيوستراتيجي، لأنه اليوم المدار هو المدار الأوكراني، لربما باكو تفكر أن تأخذ شيئا جديدا، ولكن لن يكون سهلا على ما أتوقع. شكرا للصحفي ساكو أريان على هذه المداخلة من يريفان.